محمد شرف ماتش كبير وتحاول حتى الدقيقه الاخيره رغم الامكانيات والسفر وحاجات كتيره قوي. بتشوف الماتش ازاي النهارده؟ الحمد لله ماتش صعب طبعا. النتيجه يعني هي دي الكوره، يعني مش كل مره هتاخد اللي انت عايزه، لكن اداء اغلب فترات فيه كبيره. احنا لما نيجي مش عايزين نسبه للموضوع، احنا مجالنا 6 تمرينات، كل ما التمرينات هتزيد وكل ما الشغل هيزيد الشكل بيتحسن. كنا محتاجين لخينا كذا ضربه كذا ضربات واحده من الاخر فيها شكل. طبعا التحكيم هو يعني من اخر اللي هو الشوط، يعني اللاين مان بصراحه عامل ماتش هايل. دي مش بتاعتي ولا بتاعت لعيبه، دايما بنبقى عايزين طبعا ان هي تحسب جون في الثانيه الاخيره في الماتش، لكن الحمد لله على كل حال. ان شاء الله لسه مشوار طويل، وان شاء الله باذن الله هتلاقي كل اسبوع وكل مباراه الامور يعني هتتحسن، لكن بصعوبه. احنا بنسافر سفريات طويله جدا، يمكن الناس يقولوا بيجوا اسوان او بيجوا النصر بتاعتين مسافه، احنا على طول سفر بالقطر بالاتوبيس. الامور كمان يعني ان شاء الله باذن الله مجلس اداره كله والمهندس حامد والناس كلها في ظهرنا، ان شاء الله باذن الله هتتصلح الامور. لكن الحمد لله بدايه برضو كويسه كروح واداء. حد اخر دقيقه انت يعني حاطط فرقه برضو كويسه، وفرقه فيها اسامي فيها خبرات طبعا لعيبه كويسه، لكن هم اخطاء فرديه النهارده، ده اللي بنشتغل عليه. طبيعي يبقى فيه اخطاء، ان شاء الله الفتره الجايه تبقى احسن واحسن. شكرا.